بناء على المرافق اللي كنعرف في مدينه ميغورا كمثال، المستشفى كيجي المرتفق كيبقى كيضرب دوك المرافق حتى كيعيا وكيمشي في حاله، على الرغم من انه يجب ان تكون ما يسمى بالمساعده الاجتماعيه ولا المساعده ديال الاستقبال، انه يكون كيفما جا في بعض التوجيهات الحكوميه بعد 2011 انه كاين واحد القرار الذي يلزم جميع الموظفين باش انهم يديروا ما يسمى بالشارع على الالبسه ديالهم ويعرفوا وتعرف شكون هو، ويكون الارشاد والاستقبال داخل المؤسسات العموميه. هذا الشيء حاليا ما بقاش. نمشيو مادام باقي بعض الوقت، هو التأطير، غياب المساعدة الاجتماعية، الحقوق غير معروفة، قلة الذاتية، الفقر والهشاشة. كاين واحد المجموعة ديال المواطنين في واحد المجموعة ديال المناطق، كمثال أيامات ديال الزلزال كنت في بعض الدواوير في تارودنت كتجيهم صعوبة باش أنه من تقلو كتهضر لهم مثلا على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كيقول لك أودي بعيد علينا باش أننا ننقلوا لتارودنت بحكم ان الاقليم ديال تارودنت اقليم شاسع وما عندهمش حتى شي درايه كبيره على ما تقدمه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذلك باقي المؤسسات اللي كاينه داخل تارودنت. اذا وبالتالي شكرا، العنصر النسوي محصور في القرى ديالو في البوادي والمؤسسات موجوده في داخل المركز ديال الاقليم. كاين شروط تعجيزية الاستفادة من بعض البرامج، من بين المسائل المعجزة والمكلفة بالنسبة للنساء هو ديك المساهمة اللي كيطلبوا منهم ديال المشروع. كتقول لك مثلا 40% ولا 30% ديال الكلفة ديال المشروع وجدها. إذا النساء، الأغلبية ديال النساء يعيشن وضعية هشاشة وفقر كباقي الشباب والباحثين عن شغل. وكوفيد 2020 وكذلك زلزال 2023 بين واحد المجموعه ديال العيوب والثغرات في تقديم الخدمات. اذا كاين ايضا انعدام وتكافؤ الفرص اللي هو كنشيد به دائما، انه وذاك المنظار اللي كيعنا انه كنشوفوا ان النساء بلغنا ما بلغنا وكذا الى اخره. اذا الفائزات هن والمحظوظات هن اللي عندهم الدبلوم هادو الشواهد وبنات الاسر الميسوره، دونك هادو راه كيبانوا في الواجهه ويتبين لنا ويظهر لنا ان المراه قد بلغت واحد المبلغ اللي هو كبير وانها حققت انجازات كبيره. وهذا لا يمثل الا جزء من 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 الحقيقه. اذا كاين عندنا هشاشه كبيره وكاين عندنا صراحة يمكن القول أنه لا توجد برامج مهيكلة حقيقية. إذا برامج، هناك واحد مجموعة ديال البرامج هي على الهامش، لا نسمعها إلا كإشهارات على التلفاز. برامج كثيرة فتحت لكنها لا تلبي المغزى والمطلوب. باختصار إذا وشكرا.